بسم الله. عندنا النهارده تركيب غساله ملابس 8 كيلو ال جي ديليكت درايف. طبعا عندنا اول حاجه بنعملها نفتح باب الغساله، بنحط الغسيل بس ما بنضغطوش، بنعمل قبضه يد ما بين الغسيل والسقف لحد تبقى فراغ فوق الغسيل، ونقفل الباب. نمره 2 عندنا بنفتح درج المسحوق، بس كل مره بحط نص كوبايه مسحوق في الدرج اللي على الشمال. الدرج دوت اللي هو الاولاني في حاله انا هغسل فمين اللي هو البري ووش بحط ربع كوبايه اضافي هنا زياده. عندنا هنا زهره كومفورت الداون، الحاجات السائله والمعطرات. كل 10 غسلات بضغط على الزرار دوت كده، اطلع الدرج اغسله وانضف من تحته وارجعه تاني بكل سهوله. بعد ما حطيت غسيل وحطيت مسحوق، اول حاجه هعملها هدوس على الباور دوت كده، تبدا الغساله تنور زي ما انا شايف. ابدا اختار البرنامج عندي احرك يمين او شمال، تمام. عندي اول حاجه هنا الملابس الرياضيه اللي هي الترنجات، عندي هنا الحراير النايلون الستاير، عندي هنا الاصواف البروفلات، عندي هنا الغسيل التقيل، عندي هنا غسيل سريع اللي هو نص ساعة حاجات سريعة، عند بعد كده شطف وعصر، عند بعد كده الناحية التانية، عند هنا بقى الغسيل دوت بيبقى دورة بالبخار، تمام. عند هنا اللي هو الأقطان طبعا فوق أول واحد دوت عادي، بعد كده عندي قطن بالبخار، عند هنا ميكس مختلط اللي هو الهدوم اللي هي المختلطة، عند نعناع السهلة الحاجات اللي هي مش عاوزة تتكسر خايف عليها. عند بعد كده التلاتة دول بالبخار بقى اللي هو ملابس قطنية، عناية ضد الحساسية للناس اللي عندهم حساسية من المسحوق، ودوت حاجات البيبي، تمام. بظبط على البرنامج اللي انا عاوزه، بمجرد ما بظبط على المفروض اللي انا هدوس ستارت الغسالة هتشتغل. لو انا محتاج اي اوبشن من دول بدوس عليه قبل الستارت. طبعا كل برنامج بظبط عليه هو بيظبط السرعة بتاعته، بيظبط الحرارة بتاعته وكل حاجة. لو انا محتاج اوبشن زيادة اللي انا اغير، بمعنى عندي سبين دوت، سبين دوت بيغير سرعة العصر، تمام. يعني انا عندي 1400 ده عشان انا جايب هنا مثلا ميكس، لو انا غيرت مثلا للناحيه الثانيه حراير او كده هتلاقي نزل من نفسه ل 800 وادانا حراره 20. طب انا لا، انا عاوز 400، عاوز رينز هولد اللي هو ايقاف الطرد الاخير، او عاوز نو سبين مع سورش، عاوز 400، عاوز 800 بتاعتي اللي انا عاوزه بعمله، تمام. كل حاجه على حسب ما انا هشغله. عندي هنا دوت بتاع الحراره، بتاع الحراره عندي لو عاوز انزل الحراره طبعا هو بيبقى مديني 40، اقصى حاجه عندي كده 60، 95 اعلى حاجه. انزل كولد لو انا عاوز اللي هي الميه البارده. عندي هنا دوت كريزي كير اللي هو مانع للكرمشه، بدوس عليه كده اقول له ما تكسرليش الهدوم. عندي دوت مكثف لما يكون حاجات تقيله، ده اسمه تاجيل البدء. يعني تاجيل البدء يعني الغساله لو دوست ستارت هتشتغل، لا انا عاوزها تشتغل بعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات تبع ما انا عاوز، بختار بتظبط البرنامج. عندي اخر حاجه عندي الناحيه الثانيه في ده الميديكارنز اللي هو الشطف اللي هو ده بيبقى صحي، تمام، شطف صحي. عند بعد لو بيشطف كتير يعني بتشطف زياده عشان الغسيل يطلع مش شطف كويس من المسحوق. عند هنا بقى البري ووش، كلمه بري ووش يعني ايه؟ يعني معناها ان انا هحط مسحوق اضافي في الدرج الاولاني. احنا قلنا ان احنا هنحط كل مره في الدرج اللي على الشمال دوت. طب افرض دلوقتي انا عاوز احط ربع كوبايه هنا اضافي، يبقى لازم اقول له انا حاطط لك مسحوق في الدرج الاولاني بحيث ان انت ايه تنظف تاخد اسف تاخد مسحوق من الدرج الزياده كمان عشان ينظف، بيزود ربع ساعه او تلت ساعه في البرنامج. مجرد ما انا دوست ستارت خلاص تبدا هي تعمل كده، هي بتوزن الغسيل، تبدا هي توزن الغسيل عشان تحدد الوقت بتاعه وكميه الميه بتاعته، تبدا تديني التايم بتاعها، بتوزن الغسيله اهيت وتبدا تحدد لي الكلام دوت. الغساله اشتغلت، هتغسل هتشطف هتطرد هتعصر هتعمل كل حاجه. بالنسبه لي لو انا محتاج بعد ما تخلص انا بفتحها على طول، تمام، هي بتفصل لوحدها. في حاله اللي انا عاوز اعمل امان للاطفال وانا مشغل، بدوس على الزرارين دول كده بضغط عليهم مع بعض، سيل سيل يعني امان اطفال كده، لو اي طفل لعب فيها وهي شغاله ولا هتتاثر ولا اي حاجه يبقى انا مامن. اجي اخلص بفصله بنفس الطريقه بس كده. شكرا.